عواصف التغيير حافظت على هذا المبنى. صحيفة اليوم السعودية تمكنت من تجاوز أزمة التمويل التي تتجرعها الصحف السعودية، وذلك بإطلاقها حزمة استثمارات تصب في صالح استمرار الصحيفة، آخرها شركة للتجارة الإلكترونية. مؤلم لأن أكثر من زملاء أعرف، أصدقاء، زملاء عشرة معهم، هذا مؤلم جدا. يعني هو عدم التغيير اللي كان بسرعة واتخاذ قرارات بسرعة واتجاه نحو تجديد اللي يسمونه الاستثمار وتغييره لدعم الصحيفة، دعم الجهة الإعلامية. بدأت بوادر أزمة مالية في الصحف السعودية منذ العام 2013. أغلقت كل من صحيفتي الشرق والنادي أبوابها تماماً في العام 2017. قررت جريدة اليوم منذ العام 2015 بداية استراتيجية جديدة لدعم الصحيفة. في العام 2021 أطلقت شركة للتجارة الإلكترونية لدعم الصحيفة الورقية. دار اليوم صار فيها تغيير في عام 2015 في البداية، وكان مجلس الإدارة منتخب جديد، وعلى طول مجلس الإدارة بادر لما شاهد الانخفاض وشاهد التوصيات السابقة من مجلس الإدارة عن آخر سنة بملامح هذا الانخفاض، فبدأ مباشرة في إعادة هيكلة الدار، إضافة لمشاريع أخرى للدار منها الخدمات اللوجستية، منها المطابع، منها أكبر شركة رقمية الآن تحت الإنشاء. هي كل هذه تحت مصدر، تحت استراتيجية دار اليوم التي مبنية على أن الصحيفة لابد أن تنوع مصادر دخلها. وتسعى صحيفة اليوم إلى مواكبة التغيرات في صناعة الصحافة بخلق فضاءات للمحتوى لا تمت للورق بأي سلاح. عوض فياض، MBC الدمام.